اهلا وسهلا بكم من جديد. 8:12 دقيقه رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه من 7:09. نذكركم اللي ضيفتي في الون تو وان، شكرا لها على تلبيه الدعوه. تكونوا معنا بعد شويه راضيه جربي رئيسه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، لكن قبل ذلك خليني نستقبل مباشره مختار الخلفاوي. صباح الورد. اهلا وسهلا. صباح الفل ملاك الضاحكه الباسمه دوما يعيشك. يلا مش ندخل مباشره في صلب الموضوع، قول لنا ايش عندك. هات امشي معايا ملاك، نمشي وعكس الموجة كان مطرش مانع باش نحكي على بلاد الفوسفات لا كسوة ولا صبات. خليني نمشي عكس الموجة ومعايا ملاك كان نجمت. علاش مش خالف تعرف وإلا كما يقولوا فلان تز حكمة؟ لا، نشوف الأمور من زاوية أخرى بعين مختلفة. البارح تحدثت على قطاع استراتيجي بالمجد اللي هو القطاع الحيوي في بلادنا اللي يعيشوا عليه التوانسة، الأمن الغذائي. وما دراك ما الأمن الغذائي؟ قلنا راهو اللهوة الصحيحة تمشي غادي للقطاع الفلاحي مش للقشور. اليوم نتلفت القطاع آخر استراتيجي مهم في بلادنا واقتصاد بلادنا، باش نقولوا غادي لازم الخدمة مش في التفاتف. باش نحكي اليوم على ثروة متروكة ومنسية، باش نحكي على الفوسفات. باهي ملا ملاك، البارح على الفلاحة واليوم نحكي على الفوسفات. تونس اللي كانت عام 2010 ثالث مصدر في العالم للفوسفات، في أسوأ الحالات كانت من المراتب الأولى، صارت اليوم تونس تستورد حاجتها من الفوسفات. لا وزيد مرات تستحق تتسلف باش تستورد الفوسفات. حالة المناجم، مناجم الفوسفات نقولوا عليها المينا، المينا الفوسفات، تعكس التخريب الحاصل في هالقطاع اللي كان الاقتصاد الوطني يقوم عليه ما الاستقلال حتى الأواخر 2010. نحكي على حالة التخريب اللي يحصل فيه. تشغيلية عالية كان يوفرها قطاع الفوسفات، عملة صعبة تدخل خزينة الدولة، حركية اقتصادية واجتماعية كان يخلقها الفوسفات في مدن الحوض المنجمي، في قفصة وسويحة، في القلعة الخصبة، في بوجابر، في سراورتان، في الكاف. عام 2010 كان انتاج الفوسفات في حدود 8 مليون طن، هبط من بعد وصل حتى المليون طن في عام من الأعوام. أثناء تحسنت الأمور، منتظر أنه الإنتاج متاعنا في الفوسفات لعام 2022 باش يوصل لحدود 4 مليون طن على الرغم من الظروف، ظروف قاسية جدا، توقف وحدات إنتاج في رديف وام العرايس، ومع ذلك هك تشوف في النتائج المنتظرة يا ملاك. وهذاك علاش قلت لك نمشي وغادي ونخدم وغادي. في ظل التراجع المرعب اليوم لإنتاج الفوسفات في بلادنا، نحتاج إلى قرابة 521 مليون دينار باش نوردوا الحجم تاعنا من الفوسفات أو مادة من المواد اللي تكون الفوسفات ونستحقوا لها خاصة في الزراعة. التبريك حاصل لمناجم الفوسفات، حالة من التبريك التغريب الحقيقة بدا قبل الثورة باش ما نعلقوش كل شيء على قال شنو هالعشرية. بدأت الحقيقة من بداية استغلال المناجم هذه من أواخر القرن 19 حتى إلى دورة الاستقلال، كان ثم نوع من الاستغلال الفاحش اللي هو أقرب للنهب منه إلى حالة استثمار في جهات وفي مناجم اللي الآن صارت جهات بكلها معروضة للبيع بعد غلق المناجم اللي فيها. منجم القلعة الخصبة مثلا، هذا يبدأ من آخر القرن 19، اليوم هو شاهد على مدينة موجودة للبيع تقطع أرزاق آلاف السكان وتحولت مدينة عريقة كانت ملتقى توانسة من كل بر وملتقى أجانب من كل بلاد، تحولت إلى أطلال تشهد على مراحل رخاء اقتصادي واجتماعي في أوقات سابقة. ولا اليوم كي تتعدى من قدامها تشوف جبال الفوسفات شاهدة. قلنا أفول المناجم بدأ من أواخر الثمانينات بما فيها مناجم الحوض المنجمي كيما المضيلة والمتلوي ولم العرايس ورديف. في السنوات الأخرى توا هذه اللي بعد الثورة بعد 2011 تراجعت سلطة الدولة وزاد تخريب قطاع الفوسفات بانتدابات عشوائية للآلاف من غير مردودية، يسميوهم شركات الخدمات وشركات البستنة. وبالطبيعة تم زاد أيضا إغلاق مناطق الإنتاج في كم من مرة، وتم زاد تعطيل نقل الحديد للفوسفات عن طريق السكك الحديدية من مناطق الإنتاج لفائدة
مجموعات لوبيات متاع نقل بري من خلال الشاحنات يستفيدوا منه الصحاح. إذن ملف الفوسفات ملاك في بلادنا شاهد على فشل سياسات عمومية في إصلاح قطاع حيوي كان يساهم بأكثر من 12% من الناتج الداخلي الخام عام 2010، تراجع لليوم لقرابة بين 2 و3% المساهمة متاع هالقطاع. تونس وصلت تستورد الفوسفات أكثر شيء من هذا عيب، أكثر شيء من هذا عار. نتذكر في صغرتنا كانوا أطفال المناطق المنجمية في الجنوب الغربي وفي الشمال الغربي كانوا يغنيوا في أوقات الرخاء يقولوا المينا يا بلادي يا مينة الفوسفات، نحبوا الخبز الحامي والكسوة والصبات. اليوم بلاد الفوسفات لا كسوة ولا صبات. شكرا لك مختار، كود جول خليني أقولها شوي صحيح. هذه القطاعات الحيوية اللي تلفتوا الحق فهم شوية هكا غضب ونعرف جاي من الوجيعة على الوضع هذاك، خاطر الوضع ينجم يتبدل وفاسيل ما هوش قاعد يتبدل بالسرعة المطلوبة. 8-18 دقيقة على إيه فهم أحلى غاديو أحوال الطرقات مع ألفا ورجعين لكم 20 دقيقة نمشي مباشرة لأبرز الأخبار في الدبغيف. الخبر الأول اللي تقريبا تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى رأي العام التونسي والوسائل الإعلامية، نحكيه على قضية نماء وتطوراتها وتدوينة تثير الانتباه للأستاذ المحامي سمير ديلوش يقول فيها، يقول دائرة الاتهام تقضي برفض استئناف النيابة العمومية شكلا في قضية جمعية نماء. خلينا نفهم أكثر تفاصيل مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ المحامي سمير ديلو. صباح النور، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، صباح النور مليك. شكرا لك على تلبية الدعوة أستاذ. خلينا نفهم منك أكثر تفاصيل فيما يخص القضية هذية، فيما يخص وضعية حمادي جبالي عادل دعداع وغيرهم اللي مذكورين في هذه القضية. هو السيد حاكم التحقيق استدعى الأسماء بالكرسم وغيرهم واسمحهم، ومن بعد قرر إبقائهم في حال الصراع. النيابة العمومية استنفت قرار حاكم التحقيق بإبقائهم في حالة سراح. البارح قررت دائرة الاتهام رفض استئناف النيابة العمومية شكلا، وهذا يعني إذا إبقائهم على الحالة اللي هم عليها اللي هي حالة سراح. دونك ما زالوا أو دائرة الاتهام عفوا ترفض إعادة حمادي أجبالي رئيس الحكومة الأسبق وعادل دعداع وآخرين إلى السجن هكا؟ أي هم لما كانوش في السجن، لما كانوا محتفظ بهم تعرفوا السجن مقتضى بسقف إيداع لصدر حكم التحقيق، ولكن هم تم الاحتفاظ بهم بعد ما سمعت الفرقة استعداوا للقاضي التحقيق خلاهم حالة صراحة. النيابة ما عجباش القرار سيفت، ولكن استئنافها كان خارج المجال فرفض شكلا. واضح. نحكيه أيضا على مسألة استنطاق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة نهار 19 جويليا الحالي، ماذا يمكن أن يضيف سمير ديلو على الموضوع هذا والمسألة هذه بالذات؟ مذكور عرضا في الملف أكيد أنه حكم تحقيق كل شخص يذكر اسمه باش يسمعه، ولكن واضح وأكيد أنه ما عندوش علاقة بالملف، ولكن هذا يقرر حكم تحقيق مبدئيا مش يتم استنطاق نهار 3 جاية. بالنسبة للسيد حمد الباهي اللي هو في الأصل يقع في انطاقه يوم الأربعاء القادم، تعرفوا اللي هو أولام تعمل عملية جراحية على القلب طبيبة طاهرة شهر قبل التجديد، من الصعب جدا أن يكون حاضر في المنطقة. واضح، نتمنى له السلامة. معك سؤال مختار الخلفاوي. صباح الخير أستاذ سمير ديلو. أهلا وسهلا. أهلا توا صحيح أنت من هيئة الدفاع وتقدم وجهة نظر هذه وهذا مفهوم جدا، بقي كان تشوف حتى للزاوية الأخرى في موضوع جمعية نماء اللي تم عليها بحث ليس القضائي ولكن البحث الاستقصائي اللي خرج ما سماه بالأخطبوط السياسي المالي والإعلامي في علاقة مع إنستالينجو أيضا. يعني ترى أنت أنه كل تلك المعطيات المعروضة على وجود هذا الأخطبوط اللي فيه ناس متاع سياسة وفيه متاع ناس متاع أموال وفيه إعلام، هل ترى أنه هذا بكل فعلا يدعو إلى غلق الملف باعتبارك أنت محامي بعض المتهمين في موضوع جمعية نماء تونس؟
لا الكلام اللي قلته السي المختار ما عندوش علاقة بالماء اللي قال إعلاميا ولا قال في نقل على الملفات القضائية، يخص القضية الثانية قضية سالينجو. هو بيدو ممكن المحامين نتاع الموقفين في القضية هذه ولا المحامين يجاوبوا عليه، ولكن بالنسبة لقضية الماء والأمر مختلف تماما. هي جمعية اللي قال أنه جمعية خيرية، من جمعية خيرية هي جمعية المائية، ولكن الكلام هذا كل ما عندوش علاقة بها. بخصوص الموضوع الثاني لكن اللي تطرحته وجاوبوا الناس المعنيين به، ولكن جمعية الماء ما تقالش هذا الكلام هذا ومش معنيين الكلام. هو الحقيقة سي سمير أنا نعرفك أنك تتابع الموضوع بدقة، الكلام هذا يتقال على نماء لأنه ثم علاقة بين نماء وبين ستالينجو، ما مش معزولين القضيتين تقريبا ما هم معزولين على بعض. وأنا لحكيتك على استقصاء سي سمير، عفوا فقدته وبعد تفضل على الاستقصاء اللي يحصل نعطيك فقط أنه حتى صفحتين اللي تنشروا في الشارع المغاربي حول ما صدر بالرائد الرسمي أن أشخاص مؤسسين تلقاهم في جمعية نماء وتلقاهم في جمعيات أخرى وتلقاهم في منابر إعلامية وتلقاهم عندهم يعني في توازنات سياسية بنفس الأسماء. إذن ثم علاقة كبيرة جدا بين القضيتين، ما همش كل واحدة قضية على حدة يعني. لا شوف، ثم زمن إعلامي وثم زمن قضائي وثم مقتضيات وضوابط البحث الاستقصائي وضوابط التناول القضائي. بالنسبة للملف ملف سالينجو أنا مش مطلع عليه، ولكن بالنسبة لملف تمام ما ثماش علاقة ما بينهم بين ملف سالينجو. إذا كان ثم شخص محال في هذه الأمر يعنيه، ولكن بخصوص أوراق الملف ما ثماش علاقة ما بين القضيتين. واضح. واللي موجود في الملف تعرف أنه يحكم سرية التحقيق ويحكم واجب التحفظ. ربما كنت نجم نشابك لو هذه الضوابط كل ما ثماش، ولكن في ضوء وجودها ما نجمش نقول أكثر. ولكن اللي نقوله أنه المعطيات القضائية لو جات فيها الخلفية هذه كل ربما راه حكم تحقيق ما خلى حد يحط رأي. شكرا ليك سمير ديلو الأستاذ المحامي، شكرا ليك على هذه المداخلة. ولا خاطر تقال برشا في الموضوع هذايا البارح مختار والقرار ما تفهمش في حد ذاته، هذاك علاش حاولنا بما أنه ينتمي إلى هيئة الدفاع على حمدي جبالي مفهوم جدا كلام ملاك هيئة الدفاع وهذا كلامه. أنا الحاجة ما عجبتنيش البارح اللي شفتها في الأخبار والعناوين اللي هي وهو أنه يقول الهيئة القضائية ترفض إعادة فلان وفلان إلى السجن، وكأنه المطلب متاع الناس أنه يكون حمادي جبالي ولا الدعداع يكونوا في السجن. مش هذا المطلوب، هو القضاء يتعهد بالبحث التحقيقي في الموضوع هذا. العنوان الأسلم شنو؟ العنوان الأسلم لهذا خاطر جسمه العنوان الأبرز مش ترفض عودته إلى السجن كما يستعملوها هذه تعمل في تشكونة هيئة الدفاع. وكأنه القضاء الآن يلوي العصا في يد من تأتمر بإمرته والتعليمات، ومحب يقول أنه قضاء خاضع إلى تعليمات من أجل أنهم يحطوا فلان وفلان ويجيبوا كركروا الغنوشي وزيد، وكأنه العنوان يخدم جهة معينة. هذه الفوسية العلمية كلها شفتوا الأخبار البارح ترفض إعادته، وكأنه المطلب متاع الناس وتاع الجماهير أنه وجود زيد أو عمر في السجن. مش هذا الغاية، الغاية الكشف على حقيقة التداخل بين عمل جمعياتي وبين في الإعلام وفي السياسة باش يعملوا لوبيات ويتسربوا داخل الدولة من خلال نموذج نما ولا انستالينجو. شكرا مختار، مازلنا مواصلين في ديبريف، تبقى معنا 38 دقيقة وقيت إي اف ام اكسبريس مع أنيسة مكشاح ورجعين لكم. إي اف ام 69 يا في محل غاديو 8:32 دقيقة باش نوصل مع مختار الخلفاوي في الخبر الأخير، يا ريت كنت فهمه لنا خاطر هبطها هكاكا وثم علاش على ما نفهم اللي هو مرصد تفعيل الحق في الاختلاف يوجين استعمال مصطلحات التخوين وخطابات التعصب الديني والقومي في حق شخصيات علمية وأكاديمية وحقوقية. شكون اللي صرح وعلاش الإدانة هذه؟ بالضبط، هو شفنا المرصد تفعيل الحق في الاختلاف هبط بيان يدين خطابات الكراهية والتعصب والتخوين والشيطنة الموجودة في بعض وسائل الإعلام وللأسف يقوم بها بعض السياسيين. الموضوع يتعلق بما يلي ملك، يتعلق بتصريح للقيادي في التيار الشعبي زهير حمدي اللي في صرح في قناة تلفزيونية
وسمى بالاسم ثلاثة من الشخصيات الوطنية من المثقفين، هم الأستاذة بشرى بالحاج حميدة والأستاذ سليم اللغماني والأستاذة سلوى الحمروني، وقال هذوما شق فرانكو صهيوني، وباعتبار قال هذوما لا يؤخذ بهم، هذا شق صهيوني فرانكوفوني. الحقيقة كلام من هذا القبيل يصدر على قيادي التيار الشعبي زهير حمدي لا يليق بهذا القيادي، ذكرنا للأسف بخطابات جماعات وروابط تخريب الثورة. نقول أنا زهير الحمدي إذا يقول كلام هذا على ثلاثة مثقفين أعطاه ورايهم بكل حرية، أليس في هذه الشيطنة وفي هذا أليس فيه تحريض؟ لأنه يبدأ كل شيء متعرف أنت ثم تصفية رمزية للأشخاص على أساس فرانكوفونية وصهيونية، وبعد تولي تصفية جسدية وبدنية. الحقيقة أتساءل باستغراب ماذا ترك زهير حمدي لروابط تخريب الثورة، وماذا ترك زهير حمدي للغوغاء والحشود الفاشية اللي نعرفوها من أتباع بعض الأحزاب الدينية وشفناها في أوقات الترويكا وغيرها. أنا أتأسف أنه الحقيقة يوصل الخطاب إلى هذه الدرجة. ما هي تهمة إسليم اللغماني وبشرى حاجة حميدة وسلوى الحمروني وغيرهم مئات والعشرات؟ علاش؟ لأنهم أصدعوا برأي تجاه شأن جار، وكل واحد عنده الحق في البلاد دي أنه يخوض في المواضيع، طبعا في كنف حق الاختلاف واحترام حق الاختلاف وحرية الرأي لكل طرف، مش أنا أكثر عندي الحقيقة الحصرية. وكأنه تو زهير حمدي هو، علاش زهير حمدي على خلفية موضوع الموقف من مشروع الدستور، بمعنى أنه التيار الشعبي وحركة الشعب الموجودين غادي أكبر الأحزاب على الأقل المعروفين، ليس وزنا ولكن معروفين، اللي موجودين في كانوا توجدوا في اللجنة، لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المسميات إعلامية بلجنة الحوار الوطني، يعتبروا أنه خروج صادق بالعيد وأمين محفوظ وبعض هذه الأصوات اللي عندها ملاحظات نقدية على مشروع الدستور يعتبروا هذا خدمة لشق صهيوني فرانكفوني. للأسف أنا أنتظر من زهير حمدي وهو شخص على أخلاق عالية، ودايوغ المنبر مفتوح ليه باش يوضح لنا أو يسحب هذا التوصيف بالاسم عقد عشكون عقد شكون. لا لا مسالش نسمع وجهة النظر نتاعو علاش قال، لأنه معناه مرفوض هذايا الكلام، أو احنا نقلنا النعود هذايا مرفوضة تماما، ناقل الكفر يا ملاك، ناقل الكفر ليس بكافر. أنا نقلت ما قاله هو في قناة تلفزيونية وقلت إنه ولو أنه نستغربوا راه أنه تصدر من زهير حمدي، ما ليش متعودين رجل على أخلاق، رجل على أخلاق، أخلاق عالية متعودين، ولذلك أما سماهم بالاسم بصراحة هذا لا يجوز. إن شاء الله يتجاوز هذا الموضوع في القريب. شكرا لك مختار. كانت هذه الدبغيف 8:36 دقيقة، نمشي مباشرة للوان توان يفعل ستناف. سعيدة باستقبالها اليوم، احنا لما حالا كنا ما كناش نسخيلو باش تجي، خاطر قعدنا نطلبوا لاخر لحظة يا في با دو ريبونس، لكن جات واحترمت موعدها في اخر المطاف. شكرا لك راضية جربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، صباح النور. صباح الخير ليك ولكل مستمعيك، ومش على خاطر ما جاوبتش ما نجيش، انا صاحبه كلمه ما انا في بزوان دو كونفيرماسيون. مرحبا بيك ونعرفك صاحبه كلمه، مش اول مره نتلاقاو هكاك، علاش تستغرب بدا يغص بحراو. مرحبا بيك لالا. اكيد باش نحكيوا على موقفكم من مشروع الدستور، من التعديلات الحاصله. نعرفوا اللي اعلنتوا المشاركه كملاحظ في الاستفتاء هذايا كان قبل ادخال التعديلات، هل تغير هذا الموقف بعد اضفاء التعديلات على مشروع دستور 30 جوان؟ لا احنا اعلنا بعد التعديلات، بعد التعديلات، بعد التعديلات في دونك موقفنا من الدستور كمنظمه، معناها هذايا خلينا الحريه المطلقه، وهذايا مش موقف جديد حتى في مساله الاستفتاء، قبل حتى الاستفتاء في المواقف الاخرى الكل قلنا المنظمه اختارت بعد الثوره انها تكون منظمه مستقله، بمعنى مش مستقله على الشان السياسي او الشان الوطني، اما مستقله على العمل اللي فيه اي معناها خلينا نقول روح او معناها حاجه حزبيه، ما لقيتش الكلمه، معناها توسكي حزبي او تجاذبات يدخلوا فيها الاحزاب. احنا مش احنا ما احناش مشمولين بهالنقاشات هذيا، لانه اليوم منظمتنا اولا لانها تكويت بالاقتراب انشئنا من حزب حكم، اكتويت ايضا من الابتعاد عن الاحزاب الحاكمه بعد ثوره، الناس كلها حبت ترجعنا لبيت الطاعه، وعاقبتنا بين ظفرين
على المواقف هذيك المستقلة من الاختيارات الحزبية اللي كانت موجودة في بلادنا، والبعض منهم عز عليهم أن يكون عندنا مواقف وطنية أو سياسية، لأنه ما يميزش ما بين العمل الحزبي والعمل السياسي. وأيضا اليوم نحب مرة أخرى نبينكم في المحطات الكبيرة هذية عندنا موقف سياسي، بمعنى عندنا موقف وطني يهم الشأن العام. أما راهو المواضيع كي تدخل فيها نقاشات حزبية، لأنه اليوم ما تروح على الأحزاب تقول نعم أو تقول لا وتشارك وما تشاركش، مش ما تروح علينا. وإحنا اليوم أنتم كمنظمات وطنية ما كنتمش معنيين بالمشاركة معنيات معنيين ومعنيات بالأساس. إحنا نساء باش تكون عنا كلمة، بيان سور معنيات بأن نشاركوا، اما ما احناش معنيين بانه نقولوا راينا ونمشيو نعملوا حمله. يعني اعتقد انه الريت الخيط هو رهيف، اما اليوم احنا مصرين على هالاستقلاليه هذه وعلى هالمسافه هذه. نفس الفلسفه اللي دخلتوا بها او قبلتوا بها المشاركه في الحوار. نعم، نفس الفلسفه، نفس الفلسفه، لانه الفلسفه هذيك باش نحطوا نرسموا خيارات وطنيه لبلادنا. البعض منها يهم النساء، وقلنا نكونوا موجودات باش نقولوا شنو نحبوا على مستوى اختيارات الدولة أو البلاد في المستقبل للنساء. هاو جايين هالاختيارات هذه، أو على الأقل روح المشروع الدستور، شنو رأيك فيها؟ شنو رأيك في تغيير بعض الفصول، مبدأ تكافؤ الفرص وما إلى ذلك؟ لكن خلينا نحكي أرقام. في آخر تحيين لهيئة الانتخابات، تعرف بعد ما مدت المهلة للمشاركين أنهم يبدلوا رأيهم بعد التعديلات، التحيين يقول 146 داعم للدستور و7 رافضين. شنية قراءة رضية جربي لهذه الأرقام؟ التوانسة تحب تقطع مع العشر سنوات السابقة، وانا توا سمعت لي البعض معناها ربما بين ذفرين، ما عرفش، انا سمعت توا قذف بالمعنى القانوني لبعض الشخصيات الوطنية اللي اعطت رأيها وقراءتها للدستور. انا نتبنى موقف سمعته لسليم اللغماني اللي هو مش من حق اللي ما يمشيوش اللي يصوتوا ويبدوا برايهم من بعد يجيوا يعلقوا ما يعجبهمش نتائج الاستفتاء. دونك هذاك علاش انا نقول انه الذهاب الى الاستفتاء باش تقول لا او نعم مساله مهمه جدا، وهذيك هي الديمقراطيه والمدنيه والمواطنه. ترفض المقاطعه رضي جربي؟ بيان سور. من بعد ما عادش حتى حد يجي يقعد على كرسي ويبدا يقرا في قراءه مش عاجبه الحال، اللي مش عاجبه الحال يمشي ويقول مش عاجبه الحال. خلينا خلي الآراء متاع الأغلبية إذا هي ما لا أنه تدفع نحو التغيير اللي هما اللي الأغلبية تحب عليه أو الأغلبية مع. فخلينا زادة نقطعوا مع حاجات تتعبنا منها التوانسة. الكلمة فقط التوانسة راه، وانت قلت لي شني قراءتك، علاش قلت لك ناخذها من عند اللي قالها زادة الأستاذ سليم اللغماني. التوانسة راهو الأغلبية مع الرئيس أو ضد الرئيس اليوم، مش حكاية الاستفتاء أو الدستور وقراءة الفصول وهالنقاشات الكبيرة اللي قاعدة تصير على مستوى القانوني وعلى مستوى معناها الدستوري وغيره. اليوم التوانسة البعض منهم يرى أن الرئيس هو المخلص من وضع عشناه 10 سنوات السابقة، والبعض الآخر يقول لا ما هوش قادر على أنه يخلصنا من الوضع ذي. دوك التوانسة قلقت تعبت من 10 سنوات، أنهكت بأمل كان محطوط كبير برشا للتغيير، ما يعني تغيير ما عشناه ما قبل 2011، لقينا رواحنا في وضعية أسوأ. دونك اليوم كي تقول لي راهو الاغلبيه يحبوا يصوتوا بنعم، ونقول لك راهو فما اغلبيه ترغب في الخروج من هذه الازمه اللي عشناها ومن خيبه الامل اللي عشناها في العشرين السابقه. به رضي جربي، انت كنت مقره داخل لجنه الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه، وشنو كان دورك؟ خاطر هوني وقت اللي نسالك على موقفك يقول لك في الاخر هي رضي جربي صحيح هي تمثل منظمه وطنيه عريقه، لكن كي نلقاوها مقره دونك ماخذه اون سيغتان بوزيسيون، عندها موقف معين وساهمت entre autres في كتابة ولو مسودة ما نعرفش أخذت بعين الاعتبار ولا لم تأخذ. خلينا نوضح النقطة هذه لأنه فيها شوية من الضبابية واللبس رضي جربي. وبارك الله فيك، والله العظيم يعطيك ألف صحة على هالسؤال. كنت مقرة للجنة، ما كنتش مقرة للدستور، واللجنة كانت صلاحياتها ومهامها واضحة، وما كنتش مقربة من حتى حد. هذوما أعضاء اللجنة لابد أن يكون هنالك مقرر
قرروا أنه راضية تكون المقر، ربما لأني زاد المرأة الوحيدة على مستوى اللجنة، فحبوا زملائي معناها من اللجنة أنه تكون امرأة، مش معنى خاطرني الأكفى والأحسن، أنا هكا قريت على كل حال بصفة رمزية تقول أنت حبيت، ربما ربما، أما هما رأوا أنه راضية تكون مقرة لهذه اللجنة، وربما أيضا لأني أنا محامية نحسن كتابة المحاضر ونقل ما يقال، وأعتقد أني كنت أمينة في نقل كل ما قيل وبشهادتهم الكل، خاطر نكتب المحضر أول اجتماع فيما بعد نقرأ المحضر الكل، ما فماش احتجاجات معناها أو تغيير مضامين، وهذاك اللي خلى الناس حتى من بعد معناها فما ما فماش واحد احتج انه راضي تكون مقر. دونك شنو دوري؟ كنت نكتب المحاضر كما كنت نقول لك، كنت نكتب كل ما يقال، كنت نكتب مقترحاتهم، ما يرغبون في تدوينه في الدستور اللي كان مشروع الدستور، وأيضا كنت نستدعيهم أو نقول لهم معناها شنو إذا فما دعوة. الباب اللي يخص أو الأبواب والفصول اللي تخص وضع ودور المرأة التونسية في مواقع القرار، في مبدأ تكافأ الفرص في الدستور وغيرها من الحقوق والحريات، وأكيد رضيا جربي كانت من المقترحين أو الداعمين لتعزيز دور المرأة التونسية في مشروع الدستور الجديد، لقيتهم هذوما؟ لقيت رضيا جربي اللي تتمنى تلقاه ولا لا؟ سنة استعنسيت، ما كانش عندي دور في كتابة الدستور. نعرف نعرف، لا 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 نعرف، أنا توا نحكي من اللي سمعته، من اللي سمعته وشفته وريد وخطه فيه. أنا معناها كما أعتقد البعض، ما نجمش نحكي باسم الكل، ما ريتوش الدستور، ما نعرفوش، وداير له كان ترجعوا إعلاميا الوحيدة اللي ما خرجتش في حتى وسيلة إعلام بالكل، لأنه ما نعرفوش الدستور، وليسألني نقوله جنيه كنودي، وإفكتيفمون حقيقة لم تكن لي أي فكرة حتى على الفصل الأول، ما نعرفش، كنت نسمع كيفي كيفكم أنه سيقعوا، وهذا أكدو برشا زملائي اللي كانوا حاضرين في اللجنة. كل نهار قدمت تصريح، لأنه جمي دولافي كان عندي اطلاع أو دراية ولا غيره. دونك توا نرجع للسؤال، بيان سور كان عندنا دور في انه نقولوا على كل حال ويدون في المحاضر ما طلبناه على مستوى الحقوق والحريات والحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه في ظل اللجنه اللي انا كنت متواجده فيها، وبعض ما طلبناه موجود في الدستور ونقل، معناها اللي هو مبدا التناصف، لانه انا كان عندي تخوف من انه الدستور التونسي هذا يلغي مبدا التناصف، لانه ديما نحكيه أو فما هنالك نقاشات كبيرة إنه ما احناش محتاجين للتناصف بقدر ما احنا محتاجين للكفاءة، وهذا يخوفني، على خاطر أنا نعرف فعلا إن احنا محتاجين إنه نحطوا نساء كفاءات وغيرها، لكن الموضوع بالنسبة للنساء في مواقع القرار أو النساء في المجالس المنتخبة مش مقتصر على الكفاءة فقط، احنا محتاجات نساء تونس اليوم إلى دعم تشريعي، إلى إرادة سياسية اللي تفرض الكفاءات، على خاطر الوقت اللي تجي وقت التعيينات أو وقت اتخاذ معناها قرارات على مستوى الإدارة أو على مستوى تكون غايبة، باش تكون غايبة بيان سور، معناها هذا لاحظناه، وذاك علاش أنا كنت خايفة أنه هالمبدأ الجديد هذا اللي جاء في دستور 2014 سرعان ما يقع التراجع عليه. دونك كنت مسرة حتى السيدة الرئيس كي قابلته السؤال أو معناها المواضيع اللي طرحتهم عليه وكل هي مسألة التناصف، معناها كان هاجس، وقلت أيضا على مستوى الإعلام حكيت على المساواة وحكيت معها على التناصف. اليوم ريت مبدأ التناصف هذا مهم بالنسبة لنا احنا كنساء، ريت مبدأ ثاني اللي هو مبدأ تكافؤ الفرص في المجالس في المواقع القرار، وهذا أيضا مكسب بالنسبة لنا نساء في دستور جديد. ريت أيضا نبذ العنف المسلط على النساء، أصبح مبدأ أو قيمة معناها دستورية، وهذا مهم، لأنه نبذ العنف المسلط على النساء سيفتح لنا نحن النساء كمواطنات الباب على مستوى التشريع القوانين العادية، وأيضا على مستوى التطبيق المساواة التامة ما بين النساء والرجال. وهذا باش نجي وبخلاف المبادئ هذه اللي حكيت عليها باش نسألك على مسائل أخرى، لكن نوصل 48 دقيقة فصل ثم نعود.
ما زلنا مواصلين معكم في الوان تو وان. ذكركم اللي ضيفتي اليوم رابية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. مرحبا بك من جديد. وبيك وبكل مستمعين. إذن كنا نحكي على مسألة دسترة حقوق المرأة التونسية. حكينا على مسألة التناصف، مبدأ تكافؤ الفرص، أيضا نبذ العنف ضد المسلط ضد المرأة. ماذا عن دسترة قوانين الأحوال الشخصية رابية الجربي؟ هذا فيه قراءتين. قراءة الأولى أولا مهم أنه اليوم مجلة الأحوال الشخصية مرة أخرى، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدستر، وأنه الدولة تعمل أيضا على دعمها، وهذا مهم أيضا بالنسبة لنا. لكن الحاجة اللي تختلف على دستور 2014، مضطرة أنه نقارنه، أنه القانون واعتباره أيضا من القوانين الأساسية، بمعنى هو قانون أرفع درجة من القوانين العادية تحت الدستور تلقى القوانين الأساسية. هذا الكل مهم، هذا يعطي قيمة لمجلة الأحوال الشخصية والقوانين المتعلقة والمتممة لها والخاصة بالعائلة أو النساء إن شئنا بشكل أو بآخر. لكن مراجعة هذه المجلة في القانون القديم كانت تخضع إلى شروط خاصة، بحيث أنه عملية مراجعتها تقريبا صعيبة. اليوم حطيناها قانون أساسي، لكن لم ننص على شروط مراجعة مجلة الأحوال الشخصية. وبالتالي فإنه ما نحبش نقول تراجع، أما على كل حال أكثر حصانة لهذه المجلة نقصت شوية، يعني في تصوري فيما يتعلق بمراجعتها. أعتقد أنه في باب الحقوق والحريات بالنسبة لنا نحن النساء فماش تراجع، وبالعكس فما دعم لحقوقنا، وأنه بعض المسائل تبعث إلى أنه تفتحنا أكثر أبواب نحو أكثر حقوق، لكن هذا يقعد رهينة أيضا تفسير الدستور تطبيقه والقضاة التوانسة كيفاش باش يتعاملوا مع هذه النصوص الدستورية اللي هي موجودة في دستور 2022. دونك اليوم كن نسمع في برشا نقد، أما النقد هذايا كيف ما نوجهه للدستور، نتمنى 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 من كل قلبي ونتمنى بكل معناها بكل محبة إنه نفس هالنقد هذايا من بعد يعملوه للسادة القضاة، لأنه المشكلة متاعنا هو كما مشاكل برشا دول، أما توا نحكيه على تونس، هو تطبيق النصوص، فلسفة الدستور، الروح اللي يدخل بها القاضي باش يطبق وينفذ هالقوانين دي. خاطر ساعات قضاة تجي تقول له نص الدستور يقول مثلا حتى على الإيقافات راه تجاوز المدة، يمشي ولا هالنص هذا مخالف للدستور، تطعن بعدم دستورية النص القانوني قدام القاضي العادي يخليك ويتجاوز المسألة. اليوم نحبوه قاضي ثوري، نحبوا هالنقد اللي نسمعوا فيه من أجل مدنية الدولة، من أجل المساواة، من أجل تطبيق القوانين الدستورية والوضعية والاتفاقيات الدولية وغيرها يتفعل، على خاطر نجيو قدامه ونقولوا له مثلا طبق اتفاقية، أي اتفاقية، يقول لك ليه هذايا راهو برمشي للمشرع نتاعك يمشي ينقح النص الوضعي. دونك اليوم هل هالشراسة في الدفاع على الحقوق متوانسة يلزمها أيضا تتواصل وقت اللي يدخل الدستور حيز التنفيذ. شنو هو موقفك من مسألة مدنية الدولة اللي تقريبا ما تمش وضعها عليها بشكل واضح كما كانت في الفصل الثاني من الدستور القديم؟ أنا قلت لك الحكاية مرتبطة بالتطبيق، ماهيش مرتبطة بأنه لأنه مدنية الدولة شو معناها؟ معناها دولة لا دينية، معناها دولة تحترم مواطنيها، تحترم حرية الضمير، حرية المعتقد، حرية الفكر، حرية التنظم، ماهيش الدولة اللي هي باش تبدا هي عندها الدين وهي عندها معناها عندها لغة وعندها دينها وعندها الدين الكل. اليوم وقت اللي الدولة لا دين لها فهي دولة بالطبيعة مدنية. وقت اللي الدولة ما عادش ملك الأشخاص هذا يكفر وغيره، هذا زاد تكرس مدنية الدولة. دونك أنا قلت لك النصوص هذه حمالة أوجه، أنا قلتها في تدوينة حمالة أوجه، دونك مرهونة بتطبيقات على مستوى القضاء. بقى سيفري الحاجة اللي احنا خسرناها في أعتقد في دستور هذايا هي التجريم، انه الناس تقذف بعضها كيف ما سمعنا بكري يقول في سي مختار الخلفاوي انه يكفروا بعضهم، هذاك كان دستوريا ممنوع. اليوم النص هذايا غاب
وهذا كان من المفروض انه يقعد، لانه هكا متشوفوا مازال حتى مشروع مازال والعباد مازال تتهم في بعض البعض بالصهيونيه ولا وغدو تلقاو شكون كافر وشكون مسلم، وهذا اللي هو يلزم معناها فريمون القضاء عليه. ثم فصل الترشح وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، المنصب الأعلى اللي أثار الجدل أيضا قبل التعديلات خاصة، وهذا تلقاوه تسمعوه في تصريح ذولي وحيد عطيته التلفزة باش يعديوه نهار 25. كان عندي رأي على قبل ما يكون فما هل التنقيح، وقلت أنه الفصل هذا مش ممكن في تونس 2022. ما زلنا نحكيه على أنه الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية للذكور فقط، دونك حمد لله أنه تنقح. لكن زاد هذا يلزني اني نقول لك نقد اخر للدستور هذا اللي هو غير مجندر. توانا ديما نحكي بصفتي رئيس اتحاد وطن امارات موسيقى، اللغه فيه غير مجندره، احيانا نتحدث عن المواطنين والمواطنات، احيانا نتحدث على المواطنين، احيانا نتحدث عن الناخب والناخبه، واحيانا لا نتحدث عن ذلك. مثلا الترشح يقول لك لكل ناخب، وعلاش مش لكل ناخبه؟ هو راه المقصود ناخب وناخبه، لكن وقت اللي تراه في اللغه احيانا نسى معناه نحكيه بلغه المؤنث ومره بالمذكر، واحيانا نخصه نقولوا هل معناها فما تمييز؟ هل مرة هذه تمكن النساء، هذه تمكن الرجال؟ دونك أعتقد أنه التنقيح اللي تم للفصل هذاك المتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية كان من المفروض أنه أيضا يحصل على يتم في الفصل المتعلق بالناخب، وكان من المفروض أن يزيد الناخبة. فما برشة اللغة متاعهم. ماذا عن التوطئة؟ كيفاش قريتها التوطئة؟ طويلة طويلة، أعتقد أنه توطئة طويلة وغاب فيها المد، خليني نقوله البعد التاريخي لتونس، لأنه تونس 3000 والبعض يقولوا أكثر من 3000 سنة حضارة. تونس ما هيش الحضارة الإسلامية العربية، بالرغم اللي احنا كلنا مسلمين وأغلبنا مسلمين. تونس أيضا حضارات متعاقبة، أمازيغية، فينيقية، تركية، أوروبية، رومانية، دونك تونس هذا الكل. وتونس هي اللي خلقت منا احنا التوانسه اليوم بهال الانفتاح اللي عندنا اللي ما تلقاهوش عند غيرنا من الدول، لانه في جيناتنا كل هاتي الحضارات موجوده داخلنا، وذاك علاش عندنا هالتسامح الكل وهالقلب خلينا نقول اللي منفتح على الناس الكليكه، واللي احنا ما نحبوش العنف والتطاحن والحروبات. دونك جوري امي انه التوطئه ايضا تحكي على تونس هالعمق هذا الكل. باهي، انا باش ناخذ رايك، تعرف بعيدا شويه على الفصول ربما، لكن في سياق الاستفتاء والحملة وما إلى ذلك، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهذا ثم جو مشحون خلينا نقوله، زاد ثم تذبذب، مش تذبذب في وسط الهيئة، لكن على مستوى الارتباك اللي صاير على مستوى الرزنامة والتعديلات بما يستوجب أنه نبدلون خليه مهلة زادة للمشاركين في الحملة يبدلوا رأيهم وكل. كيفاش تنظر رضيا جربي إلى كل ما حدث؟ خطر الزربة، يعني بكل وضوح اني جاوبتك، لانه الوقت ضيق، الوقت يسر ضيق، معناها وقت انك تكتب الدستور بعد الحق تعديل الدستور واجال معناها باش انت تقيد، وفي نفس الوقت فما اجال نتاع الاستفتاء. نتفهم انه فما شويه ذبذبه، لانه الوقت ضغط عليهم برشا، والاستفتاء الحقيقه معناها في وقت يسر. هل كانت راضيه جربي بين الاصوات المناديه بتاجيل او تغيير موعد 25 جويلية على اثر صدور هذه التعديلات؟ والله انا نتمنى كان معناها اللي يخلي التوانسة يخرجوا للاستفتاء باعداد كبيره، لانه انا نمن انه هالاستفتاء هذه مهما كانت نتيجته، المهم بالنسبه لي هو العدد، بصدق معناها بكل صراحه، مهما كان توجه الاغلبيه وتوجهي انا، اللي معناها المفيد انه التوانسة تخرج، لانه بالنسبه لي انا عرس ديمقراطي وعرس في تكريس وتجسيد مواطنة التوانسة ووعيهم باللحظة التاريخية هذه في رسم مستقبل وليداتهم مش مستقبلنا احنا. وهذايا ما تجيش لا بالزربة ولا بالتسابب، اما تجي زادة بانه نسمعوا بعضنا ونعطيه لبعضنا شوية وقت باش احنا الكلنا نخرجوا. انا مرة اخرى نقول الناس اللي ما تتكلمش والناس اللي ما تخدمش والناس اللي ما تحطش ايدها في العجينة، من بعد سي با لابين باش تجي تنقد. دونك هذاك علاش نقول انا اللحظة هذه مهمة، نمشي ونصور، اما كل واحد يصوت حسب ضميره وحسب اللي هو يراها صالح. نعرف اللي انت مؤخرا قابلت فاروق بوعسكر رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات لتقديم مطالب اعتماد عدد من المناضلات كملاحظات في الاستفتاء. تحصلتوا على الاعتماد؟ لانه احنا راو مره اخرى ما نجمش نكون متناقضين مع نفسنا.
انفسنا كمنظمه وكنساء ايضا انه نحبوا نكونوا موجودين في الشان العام. اليوم هذه محطه تهم الشان العام، التونسيات لازم يكونوا موجودات وافي بكل حياد على الاقل ملاحظات لعمليه انتخابيه، مش كل نهار تصير والاستفتاء مش كل نهار يصير. شكرا لك راضيه جربي رئيسه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، شكرا لك على الحضور. كانت هذه الوانتوان استفتاء 25 جويلية 8:59 دقيقة على إيافة محلى غاديو. بهكا نوصلوا إلى نهاية هذا الموعد من الماتينال. شكرا هيكل سلامة في الإعداد، شكرا أريش حمروني، قيس بنينا، علي عرعود، حمزة وويام في إياف أم تي في، في السيت دليلة فرشيشي ديجيتال، رؤوف وأميمة. أنا ما بقى لي كان نقول لكم بون ويكاند، عديو ويكاند ارتاحوا فيه، مشيوا بحروا، أعملوا جو، ابعدوا شوية على استرس. شكرا لكم، احنا نتلقاو نهار الاثنين إن شاء الله، نهاركم زين وسعيد. بعد شوية تجيكم ألفة في الميتيو، ومن بعد أنيسة في آخر الأخبار، وأكيد الفلاش سبور أيضا. ما بقى لي كان نقول لكم باي باي.